السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاد الأسرار اللي غتسمعوا دابا حول شامة درسول خطيرة جدا جدا، كنتمنى أنكم تبارطاجيو باش توصل للجهات المسؤولة باش يتفتح تحقيق، لأن الأمر جلل. قريت واحد التدوينة ديال مدونة تحمل اسم شامة درشول، والناس اللي ما كيعرفوش شامة درشول، أنا عرفتها قبل سنتين لما وجهت لها ميسة سلام النجي واحد الرسالة تطلب منها انها تديها في راسها وتديها في المشاكل ديال بلادها وتخلي عليها المغرب ومشاكل المغرب، راه المغاربه قادين بشغالهم. فردت عليها شامة درشول كتقول لها بانني حتى انا مغربيه، من اب مغربي ومن ام مغربيه. من هذيك الساعه بديت كنتبع المنشورات ديال شامة درشول وكنشوفها تتنقل ما بين لبنان ومصر واسرائيل، كندا، الولايات المتحده. يعني لم اتساءل يوما من أين لها هذا، يعني كيفاش يمكن لمدونة أنها تمكن من التنقل من في هذه الدول هذو كاملة. فالتدوينة ديال هذه اليوم الجمعة خلتني نتساءل، هل هناك شجرة تخفي غابة وراءها؟ لأنها وجهت رسالة ملؤها العجرفة والشعور بالعظمة، وكتتكلم مع استاذ اللي هو نور الدين الشهاب ومع خالد البرحالي اللي هما اسسوا مؤسسه اعلاميه، ومجرد تدوينه وحده ديالهم جابت العالم باكمله ووصلت حتى الاعلام السوداني. يعني السودان فيها ثوره ومع ذلك لقوا الوقت انهم يخوضوا في تدوينه نشرها نور الدين البرحالي، خالد البرحالي. اذا ما يمكنلكش تخاطبي انسان من هذا القيمه ومن هذا العيار هذا بعباره تصب، بما انك ما فاهمش. قالت له تصب، وتصب هي عباره يستعملها المغاربه لطلب الابتعاد من القطاط، يعني كتقال غير القط غير المش فقط، لا تستعمل مع الانسان. ولقيت يعني واحد النوع من الفضاضه والغلظه في طريقه خطابها. فتسالت لاول مره من تكون شامة درشول، فدخلت درت بعض الابحاث في الانترنت، لقيت بان شامة درشول كاتبه مجموعه من المقالات اللي تم نشرها على صحيفة هسبريس الإلكترونية، وغادي نعطيكم غير عنوان مثلا في واحد الموقع اللي سميتو نبدأ بهسبريس. شامة درشول: يوم كنت مخبرة للأمريكان بدرجة صحفية. فمجرد ما قريت هذا العنوان يوم كنت مخبرة، يعني إنسان اللي كيخدم في المخابرات كيعيش وكيموت وما عمرو كيقول للناس راني خدام في المخابرات. فزدت عمقت البحث ديالي، كنلقى في واحد الموقع اللي هو africanintelligence.com شامة درشول assist Israel's soft diplomacy. شامة درشول كتدعم الدبلوماسية الإسرائيلية. هذه مجرد عناوين استعصى عليا انني نفهم اشنو كتعني ولا اشنو كدير شامة درشول. فاتصلت بمجموعة من الصحفيين المغاربة في المغرب اللي يعني عندهم إلمام بما يجري في عالم الصحافة في المغرب، وعطوني مجموعة ديال المعلومات. فأنا اليوم في هذا اللايف هذا كنوجه السؤال ديالي مباشرة للسيدة شامة درشول، وكنطلب منها أنها تعطيني أجوبة على الأسئلة الخمسة الآتية. عندي خمسة ديال الأسئلة اللي جمعتها بناء على المعلومات اللي توصلت بها ما بين يوم الجمعة والسبت واليوم الأحد. إذا لقيت بأن شامة درشول عندها جمعية، ولم يسبق لها، أنا ما عمري قريت، ما عمري صادفت شي منشور كتقول فيه شامة درشول بأنها عندها جمعية ديالها، وهذه الجمعية سميتها ميديا كالتشر أجنسي. هذه الجمعية هذه مسجلة في مدينة الدار البيضاء، ورأس المال ديالها هو 100,000 درهم، 10 المليون. السؤال ديالي لشامة درشول بناء على هذه المعلومات، واش فعلا شامة درشول تعتبر منسقة أو عرابة التطبيع الإسرائيلي بالمغرب؟ واش هذه الجمعية اللي ذكرت ديال شامة درشول حقيقة وفعلا عندها عقد مع وزارة الخارجية الإسرائيلية؟ هذا السؤال الأول ديالي. السؤال الثاني: واش فعلا شامة درشول هي التي تنظم الرحلات للصحفيين والجمعويين المغاربة من المغرب إلى إسرائيل؟ إذا كان الجواب نعم، غادي تدوزي معنا الأسئلة الأخرى.
إذا كان الجواب لا ما عندك حتى شي دخل في هاد الناس اللي مشاو لإسرائيل، لا تهتمي بما سيأتي من أسئلة. إذا إذا كان الجواب نعم بأن هاد الناس كيمشيو على واسطة المؤسسة اللي أنت هي رئيسة ديالها، السؤال هل فعلا تدخل هاته الزيارات في إطار حملة تلميع صورة إسرائيل لدى المغاربة؟ إذن هذا السؤال المتفرع عن السؤال الماضي. وهل صحيح أن هناك رغبة في صناعة رأي مغربي يدافع وينافع قضايا ديال بلدان أخرى ليست هي المغرب؟ واش فعلا هناك محاولة صنع واحد الرأي العام مغربي كيدافع على مصالح ديال الدولة مثلا بحال الإمارات أو بحال إسرائيل؟ واش هاد الشيء هذا صحيح أم خطأ؟ إذا كنت أنت فعلا اللي نظمتي هاد اللقاءات، وفعلا أنت اللي كنت الواسطة اللي مشاو على طريقها هاد الجمعويين وهاد الصحفيين، قولي لنا كيف يعقل أن الصحفي ديال هاسبريس مباشرة بعد عودته من إسرائيل كتب 17 مقال يمجد فيها إسرائيل؟ إذا كانت فعلا إسرائيل بلد ديال الديمقراطية، شرحي لنا اشنو وقع في صبرا وشتيلا. هل ما حدث في صبرا وشتيلا يدخل في اطار الديمقراطيه؟ واش انت والوالدين ديالك وخوتك جالسين في داركم ويجي يدخل عليكم جيش ويخرجكم من الارض ديالكم، من البلاد ديالكم، يريب عليكم ديوركم، واش هاد الشيء هذا كيدخل في اطار الديمقراطيه؟ اشنو هي الفائده في ان موقع اخباري يكتب لنا واحد المقال كيتكلم لنا فيه على امير من الامراء مشى مثلا للشارقه لكي يفتتح مركزا لكذا او كذا؟ وشكون اللي كاتب هذا المقال؟ صحفي تولد في قريه نائيه، في قريه فقيره، قريه فيها الملايين ديال المشاكل اللي ممكن تشغل ذاك الحيز الاعلامي اللي تم تخصيصه لواحد الخبر اللي ما عندنا ما نديروا به احنا كمغاربه. فاش غيفيدنا ان امير من الامراء مشى وقف على تدشين واحد الخصاء ولا واحد الباب ديال واحد المركز تبدل؟ اذا واش هناك محاوله صنع راي عام مغربي يدافع وينافع قضايا ديال دول اخرى غير المغرب؟ وفي التدوينه ديالك تدافعين وبشراسه عن حق الامارات في ولوج الاعلام المغربي، وكان المغرب اصبح بدون بواب، الباب ديالو ولات محلوله، بمجرد ما القطار دخلت الامارات عندها الحق تدخل. يعني انت تدافعين عن حق تواجد الامارات داخل الاعلام المغربي. احنا ما باغيين لا امارات ولا قطر ولا كويت ولا سعوديه. بركه علينا الى ضربنا مع اخنوش ومع المقاطعه ومع المشاكل ديالنا اليوميه اللي كنعيشوها بيناتنا كمغاربه، ما عندنا ما نديروا بالمشاكل ديال الشرق الاوسط نجيبوها ننزلوها عندنا في المغرب. السؤال الرابع، اشنو هو السبب وشنو هو السر في هذه العجرفه الباديه في المقال ديالك ديال يوم الجمعه اللي نشرتيه على الصفحه ديالك ديال فيسبوك؟ ونبغي نذكرك بانه الوقت اللي شفته اخر مره كانوا فيه 10 ديال التعليقات، داز عليه ما يقارب 24 ساعه ما تعداش 10 ديال التعليقات. نبغي غير نذكرك بان ميسى سلام الناجي يكفي انها تعطس تسم وغتلقي 100,000 واحد كيقولوا لها يرحمك الله. مجرد انها تتكتب صباح الخير 20,000 واحد كيرد عليها. كتنشر صوره وحده ديالها 43,000 اعجاب بالصوره. اذا هذه سيده اللي عندها وجود داخل الحقل الاعلامي المغربي، وما عمرني شفتها شي نهار تتعشرف وتتكبر على الاشخاص اللي كتوجه لهم الخطاب ديالها. اذا بغيت نفهم انا فين كاين السر؟ اين يكمن السر في هذه العجرفه؟ واش لانك صديقه ديال القنصل العام الامريكي في المغرب؟ واش كما يقول البعض لانك كتقولي للناس بان خويا خدام في الديوان الملكي؟ الا كان فعلا خوك خدام في الديوان الملكي ديري بحال امين رغيب، ديري بحال عبد الرحمن العضراوي، بمجرد ما كيسمعوا شي معلومه كيبارطاجيوها مع العالم، ووري لهاد الملايين الشباب العاطل عن العمل كيفاش يديروا يحصلوا على عمل داخل الديوان الملكي. إذا ما هو السر في هذه العجرفة البادية في التدوينة ديالك؟ واش لأنك خبيرة في التواصل؟
انا تنعرف بان الانسان اللي كيكون خبير في ميدان ما ملي كيتكلم مع الاخرين كيتكلم معهم على اساس انهم لا يفقهون في الميدان ديالو وكيوضح لهم وكيشرح لهم ما تيقول لهمش تصب. النهار اللي عرفت بان المغاربه كيديروا حوادث السير بسبب عدم المامهم بالامساك بالموجه درت لهم فيديو الان وصل لمليون و700 الف مشاهده كنوري للناس كيفاش الطريقه الصحيحه ديال التعامل مع الموجه. ما قلت لهمش تصب راكم جهالة راكم ما كتفهموش. الكتاب ديالي اخلاقية الطريق نشرته في 2011 الى يومنا هذا كيقولوا لي اساتذه ديال تعليم السياقه في المغرب نعتمد كتابك كمرجع لتعليم السياقه. ما عمري خرجت على الناس ووصفتهم بانهم جهالة، ما عمري قلت لهم سيروا تصب لانكم ما كتفهموش في هذا الميدان. انا ما عمري شفت شي ديبلوم ديالك وكنتمنى ان الجواب ديالك يكون اهدأ من طريقه السؤال ديالي لانك خبيره. ورينا شنو هما الدبلومات اللي عندك، واش عندك شي شواهد تحصلت عليها من الهارفارد سكول؟ الا كان الامر يتعلق فقط بهذه الشواهد اللي كتوزع عبر الانترنت ما عندنا ما نديروا بها، لان راه المئات ديال الصحفيين المغاربه جايبين شواهد مزوره من الانترنت وعاطينها للخلفي، والخلفي عاطيهم البطاقه المهنيه ديال الصحافه، والنهار ان شاء الله اللي غيتبدل الخلفي غادي نقدموا طلب للوزير الجديد ديال الاتصال باش يبحث في هذا الموضوع. اذا الا عندك دبلومات من هارفارد سكول او لا من احدى الجامعات الانجليزيه او الكنديه مرحبا وريها لنا نعرفوا احنا مع من. الا كنتي فعلا تخدمي وزاره الخارجيه الاسرائيليه من اجل تلميع الصوره ديال اسرائيل في المغرب قوليها لنا نعرفوا مع من احنا نعرفوا شكون متبعين. واش نحتفظوا بهذا الاعجاب ديالنا بك او لا نسحبوه؟ نحن لا نطلب شيئا الا الوضوح، نعرفوا شكون مع من احنا كنتعاملوا، نعرفوا شكون اللي كيتعامل معنا. احنا خايضين مع اخنوش حتى لقينا ناس خدامين كيجيبوا في الملايير من خارج المغرب، ولقينا ناس خدامين كيخدموا اجندات خارجيه اللي ما عند المغرب حتى شي دخل فيها، وتنظن بان هذا امر يستحق ان الاستخبارات المغربيه التعامل مع هذا الموضوع بما يستحق في اطار ما يسمونه بالضربات الاستباقيه. كنظن بان هذا موضوع يستحق التعاطي معه، لان السيد نور الدين الشهاب تيقول بان احدهم اللي تم اللقاء به وقالوا له هذا السيد هذا المقالات اللي غيعطيك خصك تريتيها، قال بانه هذا السيد هذا قدم راسه على انه ايراني وعلى انه شيعي وباغي يخرج التشيع يدخل التشيع للمغرب. في الاخير كيكتشف بان هذا السيد حامل لجواز سفر اسرائيلي. واش عمركم شفتوا شي صهيوني باغي انستوري التشيع في المغرب؟ اذا ما الهدف؟ الهدف ديالو هو اننا نوليو 20 مليون ديال السنه و20 مليون ديال الشيعه، ويولي حتى حنا عندنا ابو بكر البغدادي، ويولي عندنا تقطيع الرؤوس، والمغرب تشتعل فيه ومن ثم عاود تشعل في موريتانيا وتشعل في الجزائر والدول الاخرى عاوتاني تعاود فيها الشعله من جديد. هذا هو الهدف. اذا كنتمنى ان شاء الله ان الاستخبارات المغربيه تعطي لهذا الموضوع هذا ما يستحق من الاهميه، وتبحث في هاد الناس هادو اللي خدامين كيشعلوا في واحد العافيه في المغرب فقط لانهم كيقلبوا على الفلوس. انا متاكد ان السيد امين الكنوني يستحيل انه يكون مع التطبيع وانه يمجد اسرائيل، ولكن اللهم الا كان الاخ ديالو حسان الكنوني تحصل على مبالغ ماليه مقابل نشر او عدم نشر، ف يعني احنا الدور ديالنا كناس اللي شاركوا الملحه والطعام مع هاد الناس الدور ديالنا هو اننا ننبهوهم، هو ان نقول لهم ان هاد الطريق اللي راكم فيه راه خطا، توقفوا رجعوا للطريق الصحيح اللي كنتوا فيه واللي صنع المجد ديال مؤسسه هيسبريس. ماشي نزيدوا نزينوا لهم العمل ديالهم ونزيدوا ناكدوا كما جاء في التدوينه ديال السيده شامه درشول ان الامارات وحكام الامارات من حقهم انهم حتى هم يديروا. وانا اتاسف انك تستعملي حوار دار بينك وما بين السي توفيق بوعشرين، فك الله اسره، السيد في الحبس وانت كتقولي له اعذرني سانشر حوارا، اش غيعذر فيك؟ السيد حتى القلم ما عطاوهلوش، منعوه من الكتابه. في الاخير غادي نقول لك السيده شامه درشول اشنو هي البصمه اللي تركتيها كخبيره في الميدان ديال الاعلام، شنو هي البصمه اللي تركتي في الاعلام المغربي؟ واش حققتي الشيء اللي مثلا وصل ليه صحفيين مغاربه امثال عبد الرحمن الفارسي، انس بوسلامتي، عبد الرحيم الفقراء، محمد العالمي، عبد الصمد ناصر واخرون
واللي ما عمرنا سمعناهم يتعالون على المواطن المغربي وعلى المتتبع المغربي، وما عمرهم كيوصفوا المغاربه بالقطوط وبالمشاش وتيقولوا لهم صب. اذا كنتمنى على الله انه بفضل الخبره اللي عندك تردي لنا على هذه الاسئله كامله، شرحي لنا واش فعلا المهمه ديال الجمعيه ديالك هي نشر التطبيع مع اسرائيل وتلميع صوره اسرائيل في المغرب، واش الدور ديالك هو الحفاظ على هذه الصوره المشرقه ديال حكام الامارات في المغرب او لا؟ واش هذه معلومه صحيحه ام خطا؟ مره اخرى اذكركم بالبارتاج لحساسيه هذا الموضوع ولخطوره هذه المعلومات باش يوصل للجهات المسؤوله العليا في البلاد لانقاذ ما يمكن انقاذه ومحاسبه كل من يتوجب محاسبته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.